تم ضبط أحد الأشخاص من الجنسية اليمنية يتسول بطريقة مباشرة في مواقف السيارات الخاصة بأحد المجمعات التجارية. أمام المحلات التجارية حاملا بحوزته تقرير طبي مزور، تم القبض على أحد الأشخاص من الجنسية اليمنية يتسول بطريقة مباشرة وبشكل يستعطف من خلاله المارة. أنا تكفى اللي واقف الله. أنا الله تكفى الله يخليك. تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بعد تسوله بشكل مباشر في إحدى محطات الوقود وإحالته لجهة الاختصاص، محاولا استمالة عواطف الواقفين بإحدى محطات الوقود. تم القبض على مواطن بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر مدعيا انتهاء الوقود لديه وحاجته للمال، وتبين خلاف ذلك حيث تمت إحالته لجهة الاختصاص. السلام عليكم. السلام محمد، معك حق البنزين منقطعين انا واخويا. ابشر بعزك، ما سيارة؟